بتقول ايه رأيك في السوق المصري لو اخترت منتج معين يكون مفيد وعليه الطلب وصنعته في مصر؟ دي فكرة اكثر من ممتازة، بالذات كمان انت اللي هتصنعه مش هيبقى ليك اصلا منافس ليه، فدي حاجة ممتازة جدا جدا. مصر هتلاقي الاعلانات رخيصة جدا مقارنة بالاسواق الاجنبية اكيد، وفي نفس الوقت المنتج لو انت جبت منتج فعلا ترندي بس تصنعه في مصر انا ما بفضلهاش قوي. ليه بقى؟ لانك هتضطر الا لو لقيت حد مكان هيصنع لك بكميه بسيطه، يعني هيصنع لك كميه هاديه، لكن لو صنع لو واحد هيصنع لك بكميه كبيره، لا هنا الموضوع بيبدا ان هو هيختلف. اللي هيصنع لك بكميه كبيره بيبدا الموضوع يختلف، بالذات ان ممكن المنتج يشتغل معاك بشكل كويس قوي في الاول ويجي بعد كده تلاقيه بدا يهدى او السوق حصل له تشبع. لو انت يعني لان برضو القوه الشرائيه في مصر، هي طبعا مصر اكبر سوق في الوطن العربي طبقا لتعداد السكان. مصر ايوه يا احمد، انا يعني السوق المصري كويس جدا، بس دايما لما تبدا بيه انا رايي الشخصي لا، هات منتج الاول يكون منتج يعني ترند عادي جدا، بس انت اللي جايبه هنا من داخل مصر مش مصنعه، باسم تاجر الجمله تقدر توصل لمرحله ان انت بتجيب منه الدسته يعني 12 قطعه، فعادي جدا تجيب منه 3 4 دوسات حسب حجم الاوردرات بتاعتك وحجم شغلك، عشان مفيش حاجه تركن عندك. بدء ان انت هنا مش امازون امريكا بقى والقوه الشرائيه الهائله، انت لا، مصر الموضوع عنها يختلف. فدايما في موضوع التصنيع يعني انا ما جربتوش هنا داخل مصر ان حد يبدا يصنع لي انا منتج خاص، بس عملته مره في يعني في شنط حريمي، بس ما كانش اللي هو التصنيع الخاص يعني، انا ما هي كان موديل وتعتبر تصنيع خاص ماشي، بس هو الراجل معانا كان عادي، كان ممكن لحد من اول 100 شنطه يعمل لنا حاجه زي كده. فكانت دي بالنسبه لي كويس ان انا جبت صور الشنطه من موقع علي اكسبريس وعرضتها في اعلان حققت نتائج. فلما حققت نتائج جيت بعد كده خلاص انا كل اللي عملته رحت رايح لل مش انا طبعا لان انا عندي تيم، فحد تاني اللي بيعمل الكلام ده، فروحنا للراجل ورينا له صوره الشنطه قلنا له لو سمحت عاوزين من الشنطه دي اقل كميه تقدر تعملها لنا كام، والراجل كان معانا لحد 25 شنطه و30 شنطه عادي جدا، وفي الاخر سحبنا منه حوالي ممكن 900 شنطه على قد ال هو سحبناهم على كذا مره يعني، لحد ما خلاص المنتج حسينا ان هو يعني كم صرف خلاص او نفذ اللي احنا عاوزينه منه، خلاص بدانا ننقل لمنتج تاني.